انا لازم تقول سواء مثلت امام حضرتك او كنت في السجن او كنت في ساحه الاراده، لازم تقول بان علشان تستخدم سلطه القانون يجب ان تطبق القانون. هل يعقل انا صاحب قضيه اقول كلامي في ساحه الاراده، تاتي النيابه العامه تستخدم وتتعسف بهذه الايام وتشجني 10 ايام لحبس احتياطي، مبررات الحبس الاحتياطي ما هي موجوده؟ ما يزيد الرجل شيما كثيرة العلوم، ما يزيد غيري منا كريمة تجتهد، يا مسلم انت قدرك معزز ومحشوم، جر صوتك وانت للازم اذخر وسند، انت لا شبيت نارك طغى فيها العزوم، يوم بعض الناس نارك طغى فيها الرماد، ما انت مثل الليلي يا طاحي ما يقدر يقوم، انت حر لا بغت عينها العليا صعد، وانت عمت البحر يوم ان غيرك ما يعوم، شوف غيرك لا سمع طاري السجن ارتعد، خلي طيرك يا مسلم على الفاسد يحوم، يا بعد من قام من شلة عوان وقعد، منه وانا شر يا جعل حظ ما يدوم، ما دار ان الراحنة تحت راية البلد، انت عنها بعيد بعد الثرى عن النجوم، وانت مثل طلق ثابت ولا هزها حد، كلنا وبصوت واحد نقول بكل يوم اقدم اقدم يا مسلم وتبشر بالسعد.